هذا الرجال هو ابن اخوه الجهاز. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا، تفضل امرني. والله خويا جيت لابس جاي اخذ لي ملابس للمدرسه، تعرف هذا دوام. المحل محلك بخير تدلل. اي والله رحم الله والديك خير، رحم الله والديك. وين؟ ابوي. والله كثير دوام مو حلوات. ايه. يلا اخوي نترخص نترخص. يلا براحتك حبيبي، بالسلامة بالسلامة. يلا حبيبي حموي برخصتك. براحتك حبيبي. لك جهاز اليوم؟ معقولة؟ قاسم أخذ جهازي؟ بس لا والله، قاسم صاحبه وأنا أثق به. لا لا لا، هذا الرجال هو ابن أخذ الجهاز، بس صدق ما يستحي. أقول لك أبويه. أبويه. لقيت جهاز. وين لقيت أبويه؟ شلون ابوي هيك تسوي؟ مو عيب؟ انا علمتك هيجي؟ طلع الجهاز طلع وينه؟ الولد ثق بينا، امشي خليني اروح ارجعك. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا اخوي هلا. يابا هذا ابني ماخذ الجهاز من عندك، واسف فيني ومعتذر. ليش هيك خيي ليش؟ خليته ساعتين صار لي مشروع قلبي وادور على الجهاز، شنو يعني بعد ماكو ثقه؟ والله يا اخوي ما كان قصدي، ما يعرف وجاهل. يلا اخوي اعطيني الجهاز اعطيني، انا عم الله عليك ان جبت لي الجهاز. رحم الله والديك خويا، هاك هذا الجهاز. ثانية. يلا خويا ترخص، رحم الله والديك.